السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف اسم حضرتك؟ أحمد شوقي. طبعا في نظافة السمك مفيش بعد كده. عايزين نعرف الناس نظافة السمك ازاي. تمام. دي سمكة سمكة بياض. بياض حطها حي. دي هتتعمل في ليه؟ لا أنا الأول نظافة كان تمام. خلينا في النظافة الأول، الناس يعرفوا طريقة النظافة إيه. تمام. الله ينور يا ابو حميد. طلعت لها كم كيلو يا ابو حميد؟ دي 4 كيلو ونص. 4 كيلو ونص. تمام. بياض 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 قشر بياض. دي للبطارخ. ها للبطروخ. بطروخ الله ينور. شقها من عند الظهرية. دلوقتي احمد احنا جهزناهم للفيليه. تمام. ابص ارفع لي بعد اذنك كده هنا واحده بس يا جماعة، سمكة خالية من الشوك وجاهزة للفيليه. ليه بقى يا احمد؟ تمام. المفروض بقى نعملها ايه بقى يا احمد في الفيليه؟ دي ممكن تتقطع بس هو صاحبها عايزها كده. بيتقطع طريقة الفيليه ازاي؟ طريقة الفيليه ان انا اقطع، بص حضرتك اقطع من اول هنا. تمام. بيبقى عامل زي البانيه يعني، هي جزيتين كده. تمام. باجي كده بفضل اقطع كده وبعمل زي الفيليه. تمام تمام تمام. باجي اقطع ولو تخينه بتقسمها، بقسمها نصين زي البانيه كده يعني، ايه بخلي الرق بتاعه رفيع. الله ينور. تمام. بيبقى زي ما هي كده بس انا بقطعها. الزبون اللي هو عايزها كده بعملها له كده، اللي عايزها كده بعملها له كده. الله ينور. تحت امر الزبون يعني. الله ينور. تمام. شاكرين يا ابو حميد. شكرا لحضرتك.